بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدت النساء فاطمة الزهراء وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقعة من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر